تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو دورنا أهل السنة والجماعة في هذا الوقت حيال ما يتعرض له إخواننا من أهل السنة من قتل وتهديم للبيوت وحرق للمساجد من قبل الرافضة مجوس هذه الأمة؟ فما هو التوجيه لنا وفقكم الله؟ أنتم لا تملكون إلا الدعاء للمسلمين، ادعوا لهم بالنصر والتأييد وأن الله ينقذهم مما وقعوا فيه، والدعاء له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثانياً، عليكم أن تناصحوا إخوانكم أنهم لا يتسرعون في الأمور أو يسمحون أن يدخل معهم من ليس معروفاً عندهم وموثوقاً عندهم، قد يندس معهم أعداء يوقعوهم في هذا الشيء، فأنتم تنصحونهم في هذا الشيء. أول شيء بالرفق والتأني في الأمور وعدم الطيش، وأن الذي لا يقدرون عليه يتركونه، اللي ما يقدرون عليه يتركونه لأنه يجر عليهم شر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقى على ظهره السلا وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ويؤذى أصحابه ويضربون ويسحبون في مكة، ولا أمر أحد أنه يضرب في الكفار أو يقتل أبا جهل أو يقتل الوليد بن المغيرة، أو لأن هذا يجر على المسلمين شراً وإن كانوا كفاراً. فلي ما يقدرون هالمسلمين عليهم أنهم يصبرون إلى أن يكون عندهم إمكانية، يكون عندهم قدرة، انصحوهم بهذا، قولوا لهم لا توقعون أنفسكم أو يوقعكم عدو لكم يدخل بينكم ويورطكم بهذه الأمور. نعم.